كانت ردود الفعل على نداء وقف التصعيد في المغرب بين المغرب والجزائر إيجابية عموما. الغالبية العظمى من الذين وقعوا النداء أو قرأوه أو نشروا عنه أخبارا أو تناقلوا عنه روايات، هؤلاء كان موقفهم إيجابيا جدا من البيان، واعتبروا أن هذا البيان يمكن أن يكون الصوت الفارق في هذه المرحلة، حيث الأصوات العالية هي أصوات الفتنة وأصوات التناحر وأصوات التنافر وأصوات الاستبعاد وأصوات الاستثناء والتخوين والتشويه وما شابه ذلك. إذن من هذه الناحية يمكن القول أن أثر البيان كان إيجابياً، ولهذا يمكن القول بأنه يجب أن يكون لهذا البيان ما بعده. من جهة أخرى، هناك قلة من المغاربة والجزائريين لم يعجبهم البيان واعتبروا مستندين إلى أسس الخلاف القائم بين البلدين، هذا يقول لك الصحراء وهذا يقول لك التطبيع وهذا يقول لك السبب من الآخر والآخر يقول لك السبب من الأول. هذه الفئة بالواقع التي علقت على البيان ضئيلة، يعني لم تكن فئة كبيرة. من حسن الحظ أنه هذه الفئة بانت هامشية، وأنه هذا يشجعنا على أن يكون للنداء ما بعده، وربما نبحث في وقت قريب إنشاء لجنة للمتابعة والاتصال بأطراف من البلدين لمعرفة إن كان هناك إمكانية لبحث وسائل وفرص التفاهم، وبالتالي إيجاد أفق جديد في العلاقات بين المغرب والجزائر والمغرب العربي، مما ينعكس إيجابا على المغرب العربي عموما. وأيضا يمكن لهذا الأفق أن يساعد على استدراك التدهور الذي يعيشه المشرق العربي والخراب الموجود الآن في المشرق العربي. يجب الرهان على صوت من هذا النوع حتى نختبر إمكانية أن يكون هناك ضوء في آخر هذا النفق العربي المظلم، وأن يكون هذا الضوء فاتحة على منارة جديدة في العلاقات العربية والمستقبل العربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.